وهو الباب الذي ختم به المصنف أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين، وهو كتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة ونفعا عميما في هذا الزمان وقبله، وقد قرئ في كثير من مساجد المسلمين في الدنيا، وعقد لمذاكرة مضامينه دروس وحلق كثيرة، وكثير من بيوتات المسلمين لا يخلو منها هذا الكتاب، فقد عظم نفعه وجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. قد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أول شرحه لرياض الصالحين، قال: أتمنى لو كان لي مثل هذا الكتاب يصل إلى كل بيت ويقرأ في كل مسجد وينتفع به هذا الانتفاع. ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بباب بيان ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة، أي من صنوف النعم وأنواع الملاذ. ما أعد الله لأنواع الملاذ، وختمه للكتاب بهذا الباب من أحسن الختم وأجمله، لأن الكتاب في العمل الصالح والترغيب فيه والتحذير من المنهيات، وعاقبة ذلك الجنة، عاقبة ذلك الجنة، والمؤمن يعمل يرجو ما عند الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. هذا الحديث من أوضح ما يكون دلالة على التفاضل في درجات الجنة والمنازل التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهلها، وأن من المنازل في الجنة منازل رفيعة وعالية، ومن كانوا في المنازل التي دون ذلك يتراءون أهل المنازل العالية الذين هم أهل الغرف أي الرفيعة، يتراءونهم كما يتراءى الناس الآن في الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. الغابر الذي قد ذهب أو الذاهب الذي قد تولى إلى جهة الغروب، تدلى للغروب، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب أي أطراف السماء. لم يذكر النجم العامد الذي فوق الرأس، وإنما الذي في جهة المشرق أو جهة المغرب، وهذا أبعد مسافة، ولما تنظر للنجم في هذه الجهة تجد فيما تراه في نظر عينك شيء أرفع من شيء وأعلى من شيء. فذكر النجم الذي لم يذكر النجم الذي فوق الرأس، وإنما ذكر الذي في الأطراف في المشرق أو المغرب للبعد أولا، وللمعنى الثاني الذي أشرت إليه أنك ترى شيئا أرفع من شيء. ولما ينظر الناس يقولون هذا مثلا المشتري وهذا الزهرة وهذا المريخ، ويشيرون إليها عالية جدا في مكان رفيع، يحصل في الجنة
أن المنازل أهل المنازل التي هي دون ذلك يشيرون إلى المنازل العالية، مثل ما يشير الناس الآن يقول هذه منازل فلان وهذه منازل فلان وهذه منازل فلان، مثل ما نقول الآن هذا المريخ وهذا المشتري وهذا كذا، فهم يشيرون إليها المنازل العالية. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلو في المنازل قال لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم، والتفاضل في الإيمان، لأن الإيمان هو الموجب الإيمان والعمل الصالح هو الموجب لدخول الجنة، قال لتفاضل ما بينهم. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك أدركوا أن هذه منازل رفيعة عالية لأناس شرفهم الله عز وجل بها وخصهم بها، قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، خاصة بالأنبياء، قالوا ذلك لأنهم أدركوا علو هذه المنازل ورفعتها، فسألوا هل هي خاصة بالأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى، قال عليه الصلاة والسلام بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. في بعض الروايات للحديث قال بلى ورجال آمنوا بالله، يعني للأنبياء وللرجال صفتهم أنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هنا السؤال يوضح لنا المعنى، هل في من يدخل الجنة أحد لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين؟ نعم، كل من يدخل الجنة هو مؤمن بالله ومصدق المرسلين، لكن ماذا؟ في تفاضل في الإيمان نفسه، في تفاضل في الإيمان نفسه. فقوله رجال آمنوا بالله أي حق الإيمان، وصدقوا المرسلين أي كامل التصديق، فكانوا في رتبة عالية. ولهذا الإيمان نفسه الذي في القلب والتصديق نفسه الذي في القلب يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما ويتفاوتون، يعني هل تصديق صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه كتصديق أحد الأمة وأفرادها؟ هل يستوي هذا التصديق وهذا التصديق؟ شتان بين تصديق وتصديق. الجنة لا يدخلها إلا من هو مؤمن ومصدق، لكن هذا درجات لتفاضل ما بينهم في الإيمان والتصديق. هؤلاء بلغوا رتبة عالية في الإيمان الذي في قلوبهم والتصديق الذي في قلوبهم وما يتبع ذلك من عمل صالح وطاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، أي أهل الجنة متفاوتو المنازل بحسب درجاتهم في الفضل، حتى إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. قال القرطبي رحمه الله: شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد. وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة وشدة البعد، والمراد بالأفق السماء. قال المصنف: نعم، وذكر الغرف في الحديث إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، وسيأتي الحديث من رواية سهل إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف، فذكر في الحديث الأول أهل الغرف وفي الحديث الثاني الغرف نفسها. فهذه الغرف هي غرف علية في الجنة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، في سورة الزمر، وبعض الصحابة وبعض أهل العلم مسعود وغيره جاء عنهم تسمية سورة الزمر سورة الغرف، سورة الزمر جاء
جاء عنهم تسميتها سورة الغرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فهي غرف عالية في الجنة لمن حقق الإيمان وحقق التصديق، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قوله والذين آمنوا بالله ورسله ليس المراد الذي يحصل به قبول العمل، وإنما المراد به الإيمان الذي يكمل في قلب المؤمن ويتحقق في قلبه ويتمكن. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديقية هذه رتبة في الدين تعد أعلى الرتب، وهي التي تلي رتبة الأنبياء. قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لقاب قوس أحدكم من الجنة. القاب هو المقدار، يعني لقاب لمقدار، لقاب قوس أحدكم أي لمقدار قوس أحدكم. معروف أن مقدار القوس، مقدار القوس يعني لا يأخذ حيزا كبيرا، مع ذلك يقول لقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما تطلع عليها الشمس وتغرب، يعني خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والحديث رواه البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وزاد فيه قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، أي السماء والأرض، لأضاءت ما بينهما أي ما بين السماء والأرض، ولملأته أي هذه المسافة كلها، ولملأته ريحا، أي ريحا طيبة زاكية، لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولنصيفها يعني الخمار الذي على الرأس، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا كله يبين لنا ما سبق وما أيضا سيأتي، أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي هذا القدر من الجنة خير مما في الدنيا أجمع، لنفاسته ودوامه وبقائه، كما في الحديث الآخر: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في الجنة: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، كل جمعة، أي في مقدار كل أسبوع، في مقدار كل أسبوع يقصدون هذه السوق، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. هذه السوق التي في الجنة يقصدها المؤمنون ويجتمعون فيها ويتلاقون ويأنسون بلقيا بعض ويدور بينهم الحديث، ثم تأتي هذه الريح تحثو وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا وجمالا. فهذه سوق جعلها الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة، ليست السوق التي نعرف بيع وشراء وما في الأسواق من لجج، وإنما سوق أنس وراحة ولقاء بين المتحابين أهل الإيمان في جنات النعيم، يلقى بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، ثم يرجعون من هذه السوق إلى أهليهم، ولهم ما اشتهته أنفسهم، لهم ما اشتهته أنفسهم، مثل ما جاء في الآية الكريمة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وبمناسبة ذكر هذه السوق التي يجتمع فيها أهل الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في هذه السوق. ابن أبي عاصم في كتاب السنة روى أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. اسمع، أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال السعيد: أو في الجنة سوق؟ قال: نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة، كان سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة، زوجه ابنته، وكان إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. كان إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: المراد بالسوق هنا مجتمع لهم يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في أسواقها، أي تعرض الأشياء على أهلها فيأخذ كل منهم ما أراد. وقوله يأتونها كل جمعة، أي في مقدار كل أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. وقوله فتهب عليهم ريح الشمال بفتح الشين وكسرها فتحثو في وجوههم وثيابهم، حذف المفعول لتعميم ما تحثو به من النعيم. نعم، لم يذكر تحثو ماذا، قال تحثو في وجوههم، لكن لم يذكر ما الذي تحثو في وجوههم، وحذف المتعلق يفيد العموم. نعم. قال رحمه الله: فيزدادون حسنا وجمالا، أي فيزدادون حسنا وجمالا، عطف الجمال على الحسن من عطف الخاص على العام. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث. الحديث الأول نحن قلنا أنه من رواية أبي سعيد، ولعل هو من رواية أبي هريرة
لعل قوله ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. هذا مثل حديث أبي هريرة المتقدم، لكن هنا ذكرت ترائي للغرف نفسها، والحديث الأول ذكر الترائي لأهل الغرف. والترائي لأهل الغرف هذا يدل على أنهم لما يتراءون أهل الغرف يعرفون من فيها، منازل فلان ومنازل فلان ومنازل فلان، مثل ما الآن يشير الناس إلى الكوكب ويسمونه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كل كوكب يعرفونه ويسمونه باسمه. نعم. قال الشارح رحمه الله وبمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، إلا أن في ذلك أن الترائي لأهل الغرف وفي هذا نفس الغرف وهما متلازمان. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال شهدت من النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، يعني المجلس كان في وصف الجنة. هذا يستفاد منه أن الناس بحاجة إلى مجالس ومجالس في وصف الجنة، وبحاجة إلى أن يقرأوا ما كتب في صفة الجنة وما جمع في صفة الجنة، لأن قراءة ما جاء في صفة الجنة يحدث في القلب شوقا وطمعا، وهذا مطلوب، هذا مطلوب أن يكون في القلب شوق للجنة وطمع فيها. الآن الشوق والطمع تعلق بمتع زائلة في الدنيا، وتجد أشواق الناس وأطماعهم جلها في أشياء زائلة، لكن لما يقرأ في الجنة وصفاتها والنعيم الذي فيها يحصل في قلب الشوق لها، وهذا مطلوب من أن يكون في القلب شوق للجنة. وإذا وجد هذا الشوق تبعه العمل الموجب للدخول والفوز بجنات النعيم. قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، يعني المجلس كله كان في صفة الجنة. ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا نظير حديث أبي هريرة تقدم في أول هذا الباب، في أول هذا الباب. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي يتهجدون بالليل يدعون ربهم خوفا وطمعا. وعن أبي الدرداء وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم هم الذين يصلون العشاء الآخرة والفجر في جماعة. ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا،
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد. هذا نداء، هذا نداء وأذان يكون لأهل الجنة، والنداء والأذان هو إعلام. وهذا الآن النداء الذي ذكر في الحديث الذي ينادي به مناد يسمعه كل أهل الجنة بصوت يسمعه كل أهل الجنة، فيه أن حياتهم في الجنة حياة خالدة أبدية، والصحة صحة أبدانهم دائمة لا يعتريها أي مرض، وشبابهم مستمر على هذا الشباب لا يحدث بعده شيبة وشيخوخة وكبر. إعلان نداء يسمعه أهل الجنة فيكون قرة عين لهم وفرحا بهذا المن من الله سبحانه وتعالى. قال: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وقد تقدم أن الموت يؤتى به بين الجنة والنار ويذبح بينهما، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: وإن لكم أن تصحوا، أي تبقى أبدانكم صحيحة دائما، فلا تسقموا أبدا، أي لا يصيبكم مرض، لا يصيبكم مرض. فالأجسام في الجنة على الدوام صحيحة، ليس هناك أي مرض يصيب الإنسان. وإن لكم أن تشبوا، أي تبقوا شبابا دائما، تدوموا شبابا، فلا تهرموا أبدا، أي لا تشيبوا، وإنما يبقى الإنسان أبد الآباد شابا في أوج شبابه. وإن لكم أن تنعموا، أن يدوم النعيم ويستمر، فلا تبأسوا أبدا، أي لا يصيبكم بأس وهو شدة الحال، وإنما هو نعيم دائم مستمر. نعم. قال الشارح رحمه الله: إذا أمن ابن آدم من هذه الأربع كمل عيشه. كمل عيشه السقم والبؤس والهرم والموت، وهي منتفية في الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه نعم مسلم. يعني هذا الحديث فيه أن أي شيء يتمناه من هو في الجنة يحصل له، مثل ما تقدم في الآية: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كل ما يشتهي، كل ما تطلبه نفسه أو يتمناه ويريده فإنه يعطى إياه، فيقال له: لك ما تمنيت ومثله معه، يعني يعطى الذي يتمناه، يعطى كل ما يتمناه ومثله معه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن الله تعالى يعطي عباده في الجنة ما يتمنون ويزيدهم من فضله. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى
هذا الحديث العظيم، وفيه ذكر أفضل العطاء الذي يناله أهل الجنة وهو الرضوان من الله سبحانه وتعالى، فلا يسخط عليهم أبدا، رضا دائم عنهم لا يعقبه سخط، فهذا أفضل ما يعطاه أهل الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، يعني قبلها ذكر النعيم الذي في الجنة، قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من نعيم الجنة كله. ولهذا هنا في الحديث أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ جل وعلا، هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يعني أفضل من هذا النعيم كله الذي أنتم فيه في الجنة. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا فيه كما في الآية الكريمة: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل نعيم الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا، أنه في ذلك الوقت حصل لهم ذلك الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا، ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط، لكن هذا الرضوان رضوان تام لا يتعقبه سخط أبدا. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال المصنف رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث حديث جرير، وفيها هذا النعيم العظيم الذي يكرم به الله سبحانه وتعالى أهل الجنة، وهي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا، أي حقيقة بأبصاركم، كما ترون هذا القمر. هذا قاله لهم في النظر عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة اكتماله، اكتمال ضوءه وبهاءه. قال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأبصاركم، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. في رواية: لا تضامون، فلا يحصل لكم ضيم، لا يحصل لكم ضرر، لا يحتاج إلى تضام، وإنما كل يراه من أهل الإيمان في الجنة. وهذا أكمل النعيم كما سيأتي في الحديث الذي بعده: فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر، فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى ربهم. والحديث في الصحيحين وله تتمة مهمة جدا، قال فيه، قال عقبة عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبلها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، استطعتم ألا تغلبوا فافعلوا. وهذا فيه تنبيه للمؤمن أن في الدنيا غوالب كثيرة تغلب الناس على الصلوات، ولا سيما هاتين الصلاتين، ولا سيما هاتين الصلاتين. أما صلاة الفجر فكثير من الناس يغلب عليها بالنوم، يغلب عليها بالنوم، يسهر وينام متأخرا ثم يغلب على هذه الصلاة، يغلبه النوم على صلاته.
وكثير من الناس تغلبه على صلاة ملهيات الدنيا، ملهيات الدنيا من تجارة، من مجلس له، إلى غير ذلك. حتى إن في الناس من يغلبه على صلاته فنجال الشاهي. نعم والله، فنجال الشاهي، يصب الشاهي وهو جالس يتحدث مع رفقته، ويؤذن المؤذن ويسمع النداء ويغلب فنجال الشاهي على صلاته. فقوله ألا تغلبوا، أي لا يغلبكم شيء، لا يغلبكم شيء من الدنيا على الصلوات. وهذا فيه تنبيه إلى أن هناك صلة بين الصلاة والرؤية، هناك صلة بين الصلاة والرؤية. ولهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في آخر صلاته في دعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كان يدعو بهذا في آخر صلاته. فيه صلة بين الصلاة والرؤية، وأيضا فيه صلة بين ترك الصلاة والحجب عن الرؤية والحرمان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. هذا قسم. القسم الثاني قالوا: وجوه يومئذ باسرة. نعم، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما السبب؟ فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. هذا القسم الثاني. الأول: وجوه يومئذ ناظرة، أهل التصديق والصلاة، أهل التصديق والصلاة. والقسم الثاني: أهل التكذيب وتضيع الصلاة. ففي صلة بين الصلاة والرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر، وصلاة قبل غروبها أي العصر، فافعلوا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، ويشهد لهذا الحديث وغيره قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عيانا أي معاينة، وقوله لا تضامون في رؤيته أي لا يصيبكم ضيم من زحام ونحوه حال رؤيته، وروي لا تضامون من التضام أي لا تتضامون، وذلك لوضوح المرئي وظهوره. قال المصنف رحمه الله: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث صهيب رضي الله عنه، وهو أيضا في الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى ونظرهم إلى ربهم جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أي أن هذا النظر إلى الله سبحانه وتعالى هو أحب إليهم وأكمل في قلوبهم وأتم في نفوسهم من كل نعيم الجنة الذي أعطوه في الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث وغيره قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى
أن لمن أحسن العمل أن لمن أحسن الله عليكم أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره، وذكر حديث صهيب وغيره رضي الله عنه، منها ما رواه ابن جرير وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهاتين الآيتين من سورة يونس، وأيضا الختم بهاتين الآيتين من أحسن الختم وأجمله، لأن هاتين الآيتين جمعتا وحوتا كل ما في هذا الكتاب، لأن الكتاب في الإيمان والعمل الصالح، وخاتمة الكتاب في الثواب عليه، في الثواب على العمل الصالح. والله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه الهدايات تتناول كل ما سبق، تتناول كل ما سبق، وأن عناية المرء بإيمانه والعمل الصالح عنايته به هذا يفتح له أبواب من الهدايات وأبواب من التوفيق في الدنيا والآخرة. ولهذا قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم، يتناول هدايات في الدنيا وأيضا هدايات في الآخرة. في الدنيا الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه إلى الممات، وفي الآخرة الهداية على الصراط الذي ينصب على متن جهنم إلى أن يفوز العبد الفوز العظيم بجنات النعيم ورضوان الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم أي عبادتهم، دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم أي عبادتهم في الجنة، الجنة ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف، لكن الله عز وجل يجري على ألسنة أهل الجنة التسبيح والحمد. دعواهم فيها سبحانك اللهم أي أن عبادتهم فيها أولها تسبيح وآخرها حمد، أولها تسبيح، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والجنة ليس فيها تكليف، لكن يبقى لهم هذا الذي هو التسبيح والتحميد يجري على ألسنتهم دوما كالنفس، وهذا ليس تكليفا وإنما شرف لهم وفرح لقلوبهم ولذة لنفوسهم بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه سيهديهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله تعالى يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة، إلى أن قال: وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال ابن جريج رحمه الله: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. نعم، يعني هذا قول معروف عند يعني أهل العلم وجماعة المفسرين في معنى الآية، أن دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني علامة للطلب لما يشتهي في الجنة، يقول سبحانك اللهم فيأتيه ما اشتهى. دعواهم يعني كل ما اشتهت نفسه شيء دعا هذه الدعوة سبحانك اللهم، فتكون هذه علامة مثل ما قال بعض المفسرين بين أهل الجنة وخدمهم، علامة على ما يشتهي، يقول سبحانك اللهم فيأتيه ما اشتهاه وطلبته نفسه. نعم. قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله.